علاج، انا عايز العلاج سريعا ان فقرتنا بتنتهي. علاج ضعف السمع بكل مراحله وكل درجاته. تمام. هو طبعا احنا الدرجات بتاعته ان في درجة بتكون عميقة جدا وبيكون ضعف السمع فيها شديد قوي قوي، دي طبعا لازم بيبقى فيها تدخل جراحي، او اما بتكون في اجهزة سمعية في المراكز الكبيرة، اجهزة كبيرة وما ينفعش حد يجيبها في البيت، يعني لازم تكون هي اجهزة في المراكز نفسها المتخصصة، زي جهاز سوفاج كده مثلا، ده جهاز بيقعدوا الطفل فيه وبيفضلوا يعلوا تون الصوت لحد ما بيوصل للصوت المعين عشان يسمعوا، وبتدوا يعملوا له تدريبات بالجهاز دوت. طبعا بالنسبة للي هم سمعوهم متوسط الشدة أو اللي هو ضعيف السمع البسيط، ده بيركب سماعة أذن وبنبتدي مع تدريبات وجلسات تخاطب. طبعا إحنا بنشتغل على حاجة أولية لازم في العلاج، سواء في البيت أو أخصائي التخاطب لازم ياخد باله منها جدا، اللي هي في ناس كتيرة قوي ما بتاخدش بالها منها، اللي هي التحكم في التنفس. احنا بنتكلم عن طريق الزفير اللي خارج، احنا بناخد شهيق وزفير. الطفل بيتولد بيبقى خلاص بيطلع الشهيق والزفير بطريقه لا اراديه وما بيتحكمش فيها، على طول شغال على طول النفس داخل طالع بس. ما بيبتدي يتعلم الكلام بيجي النفس اللي هو خارج ده بيبتدي يطلع اصوات الاول، وبعدين يبتدي يطلع الكلمه وهكذا. فاحنا لازم ان احنا نخليه يتحكم في الزفير. يتحكم في الزفير ازاي؟ عن طريق تمارين خاصه بالنفس. ان انا ممكن الطفل اقول له خد نفس عميق، يبتدي ياخد نفس عميق. طب هنكتم شويه النفس، يعني ثانيه ثانيتين على حسب قدره الطفل، وبعدين بعد كده تبتدي تطلعه مثلا على اجزاء، ها 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 مثلا كده على اجزاء ورا بعضها، يعني بحيث ان انا اعلمه ازاي يتحكم في الزفير بتاعه، ازاي يقدر يطلعه بطريقه يتحكم فيها بطريقه لا اراديه، يعني بطريقه اراديه، عفوا بطريقه اراديه، ان هو يكون لازم هو ارادته هي اللي بتحركه من جواه. دي اول نقطه لازم نحط تحتها خطوط كتيره جدا، لان هي دي اللي هيتعلم بيها الكلام. تمام. دي اول نقطه. دلوقتي العلم الحديث توصل الى حاجه اسمها اللفظ المنغم. اكتشف العلماء ان اصلا النغمه او الانغام عامه او الحاجه المنغمه بتوصل ذبذبات الصوت بتاعتها اسرع من الصوت العادي. يعني انا مثلا لما اجي انادي على حد مثلا طفل صغير اسمه محمد مثلا، اجي انادي عليه محمد مش هيسمعني، ابتدي اقول له محمد مثلا، اعمل له تون اكتر. ايوه بالظبط، هي نغمه الصوت نفسها بتوصل اسرع. تمام. ايه تاني؟ فلو احنا لو لحنا الصوت هيبتدي يوصل احسن. الحاجه الثالثه كمان ان احنا نعمل حاجه نربط ما بين الايقاع الصوت وما بين الحركه نفسها، عشان الطفل يحب التمارين نفسها، يعني كنوع من اللعب. انا ممكن مثلا اجيب طبله في البيت واجي مثلا اقول له انا كل ما اخبط انت مثلا هتقول ايه كلمه مثلا، هيقول كلمه مثلا انا مثلا، هيقول كلمه انا مثلا، هخبط له كده انا ابتدي مثلا ايه اسرع بقى الطبله انا 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 بس وقف، يبتدي يسكت، يعني بربط الخبطه نفسها بالكلمه. او مثلا اخلي الطفل علشان يركز اكتر اخليه مثلا يقول الكلمه مع الخبطه مع نطه مثلا منه انا، ويبتدي الطفل ينط وقت ما هو بيقول انا وينط. تمام. وانا برضو بخبط له بيها، ببتدي ابطئ انا مره واحده كده. تمام جدا. طبعا التمارين دي مهمه جدا، اعتقد ان هي في المراحل الاولى بتكون يعني بيجيب نتيجه كويسه في الشفاء، ولكن لما بنخش على الجراحه اعتقد الجراحه هي اللي بتبقى يعني اصعب شويه. وفي كل الاحوال كمان لازم اكون وجهي قريب من الطفل جدا، ويكون كلامي واضح ليه، ويكون عيني في عينه ويكون شايفني، مش انا اكون بتكلم وهو يكون بص في حته تانية، مش هيتعلم. تمام جدا النطق والكلام.